السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتك. هنستكمل معا السلسلة التعليمية في شهادة فن المحاسبة، وهناخد اليوم تمرين عملي على التسويات الجردية، وكمان هنعمل مع بعض ميزان المراجعة المعدل اللي هو ميزان المراجعة بعد التسويات. احنا آخر حاجة وقفنا عندها في التمرين العملي إن احنا عملنا ميزان المراجعة قبل التسويات، وأصبح عندي أرصدة ختامية غير مؤكدة. هذه الأرصدة لم يتم التأكد من صحتها. لما اتكلمنا على التسويات الجردية قلنا إن إحنا لابد إن إحنا نعمل تأكد على من صحة الأرصدة أو على صحة الأرصدة، وبناء على هذا التأكد بيكون عندي فيه قيود تسوية، ثم بيكون عندي بعد قيود التسوية ميزان المراجعة المعدل اللي هو ميزان المراجعة بعد التسوية. لما نمسك بنود ميزان المراجعة اللي قدامي، فإحنا عندنا البنك، محتاج إن أنا أتأكد من صحة رصيد البنك. هنتأكد من صحة هذا الرصيد إزاي؟ إما إن أنا بعمل مطابقة على كشف حساب البنك حركة بحركة، أو باخد مسابقة من البنك بتأكد لي صحة الرصيد. تمام؟ فجاست إن أنا عملت الاتنين دول وتأكدت، بيكون عندي خلاص الموضوع تماما. لو في قيود تسوية بعملها، لو ما فيش بقول والله ان هذا الرصيد مش محتاج اي قيود تسويه، ومن ثم هيكون هو كذلك الرصيد النهائي في ميزان المراجعه المعدل. الصندوق لما نحب نتاكد من هذا الرقم بنعمل حاجه اسمها جرد فعلي، نقارن الحركات اللي الدفتريه بالرصيد الفعلي اللي موجود، او الرصيد الفعلي بالرصيد الدفتري. تمام؟ بحيث اتاكد ان ال 17500 دي لها وجود فعلي في الصندوق. مجرد ما اعمل هذا الجرد واتاكد بقى، يكون عندي فيه قيود تسويه بس بدفع عجز وزياده او زياده، او بيكون عندي الرصيد صحيح وانتهى الامر منه تماما ونعتمد عليه في ميزان المراجعه المعدل. الذمم المدينه او العملاء زي ما بنسميها، بنعمل عليها زي ما عملنا على البنك، يا مطابقه ان انا بطبق حركه مع حركه، او مصادقه من العميل يقول لي والله ان الرصيد عندك صحيح. اذا في مثلا 100000 ريال، فالعميل بيقول لي انا بصادق على ال 100000 ريال دي، او في اختلافات والاختلافات 1 2 3. عملنا المطابقة والمصادقة والأمور تمام، يا بنعمل قيود تسوية يا خلاص بنعتمد هذا الرصيد. مخزون البضاعة تماما مثل الصندوق، بنعمل عليه جرد فعلي. لو قال لي إن أنا عندي نظام الحسابات بيقول لي إن في الصنف س في عدد 100 وحدة موجودة في المستودع، لازم أروح المستودع أتأكد فعلا إن المية ليها وجود فعلي، فده لازم اعمل جرد فعلي على المخزون. كمان بنعمل حاجه اسمها تقييم المخزون ومقارنه التكاليف عندي او تكلفه المخزون عندي باسعار البيع في السوق، عشان اتاكد ان اقدر ابيع المخزون ده في السوق وليه قيمه. يعني لو الصنف سعره في السوق 100 ريال، هل تكلفته عندي اقل من 100 ولا اعلى من 100؟ طب لو كانت اعلى من 100، بنعمل حاجه اسمها تخفيض قيمه المخزون، او بنكون مخصص هبوط اسعار مخزون. وهنتكلم عن المخزون بالتفصيل. تأكدنا من صحة الرصيد، لو عندي قيود تسوية بعملها، ما عنديش بعتمد الايه الرصيد اللي موجود. المصروفات المدفوعة مقدما بتأكد من صحتها بان احنا اولا بنتأكد ان الارقام صحيحة، ثانيا بنتأكد من تحميل كل فترة بما يخصها من مصروف. لو مسكنا مصروفات مدفوعة مقدما، ودي اللي احنا سجلناها في ضمن القيود المحاسبية بتاعتنا في التمرين، لقيت ان انا في عندي في الرصيد الختامي 15000 ريال. احنا كنا بنتعامل على شهر يناير، هل ال 15000 ريال تخص شهر يناير ولا تخص فترات بعد يناير، ولا جزء منها يخص يناير وجزء يخص فبراير ومارس وما الى ذلك؟ طب انا اعمل اتاكد ازاي؟ بنروح نشوف كشف حساب مصروفات مدفوعه مقدما، اللي هو صفحه الاستاذ الخاصه بالمصروفات المدفوعه مقدما، صفحه رقم كام؟ صفحه رقم 5. قال لي ان الرصيد عندي 15000 ريال، ذاتس جريت بوينت. الرصيد كام يا شباب؟ 15000. طب هذه ال 15000 تخص شهر يناير ولا لا تخص شهر يناير؟ تعال نشوف التفاصيل فوق. قال ان بيقول لي ان ال 15000 ريال تخص 3 شهور اعتبارا من 1/1/2022، يبقى اذا تخص يناير وفبراير ومارس او مارس، يبقى محتاج ان انا احمل شهر يناير ب 5000 ريال. هعمل قيد تسويه، اخد من ال 5000 ريال دي اللي هي مصروف مدفوع مقدما اللي هو اصل للشركه، اقول له والله ده انا استفدت بشهر فلازم اخفض هذا الاصل بقيمه كام؟ 5000. ليه؟ لان ال 15000 على 3 شهور يبقى كل شهر ب 5. بروح على القيود او دفتر اليوميه،
وبسجل القيد المحاسبي الاولاني بتاعي اللي هو تحميل شهر يناير بمصروفات الايجار. سجلنا القيد في دفتر اليوميه، بنعمل له ترحيل في دفتر الاستاذ. هنروح على مصروف الايجار اللي هو صفحه 23 ونسجل في خانه ايه يا شباب، له ولا منه؟ في خانه منه، لان احنا بنتكلم على المدين. فنيجي انا على صفحه 23 نلاقي مصروفات الايجار صفر، اقول لها هي مش صفر، المفروض تكون خمسه لان انا تحملت 5000 ريال. فبنسجل قيد تسويه، راح هنرحل القيد طبعا اللي احنا اللي جاي عندي من هناك. فترحيل القيد يبقى فعلا انا عندي فيه 5000 ريال مصروف ايجار عن شهر يناير. بس القيد ليه طرف تاني اللي هو كام؟ اللي هو صفحه خمسه اللي احنا كنا لسه فيها، اللي هي مصروفات مدفوعه مقدما. فكذلك برحل قيد اليوميه الى دفتر صفحه الاستاذ في مصروفات مدفوعه مقدما، وباجي تحت هنا وبسجل القيد بتاعي اللي هي بعد قيود التسويه او بعد التسويه. ببدا في خانه التسويات، ببدا اسجل ايه القيود بتاعتي، ويبقى انا كده خفضت مصروفات مدفوعه مقدما 5000، واصبح الرصيد الختامي كام يا شباب؟ 10. كده يبقى الرصيد ده مظبوط ومرحل، وهو ده اللي هيعتمد بيه في ميزان الايه؟ في ميزان المراجعه. تمام؟ طيب نشوف تاني. يبقى احنا كده امورنا تمام هنا، ونقول له كده احنا عملنا تعديل على الرصيد وامورنا تمام. فقال لي يبقى اظهر قيد التسويه اللي عملناه. ممتاز. مصروفات طبعا احنا هنا، وننزل كمان على الايجار نشوفه اهوت، نلاقي ان هو برضو ظهر ال 5000 ريال. جميل، عشان برضو يحافظ لي على تساوي الطرفين المدين والدائن. طيب مصروفات مدفوعه مقدما اشتراكات، برضو ده مصروف مدفوع مقدما. عايز اتاكد ال 1200 تخص اي فتره؟ يناير، فبراير، مارس، واتيفر. فبروح على صفحه الاستاذ واشوف كشف حساب مصروفات مدفوعه مقدما اشتراكات. هلاقي ان هو قال لي ان هذا المصروف لمده سنه اعتبارا من 1/2/2022، مش محتاج اعمل اي قيود. يبقى فعلا في نهايه يناير انا عندي مصروف مدفوع مقدما يخص الاشتراكات 1200، ومش محتاج اعمل اي قيود تسويه. فاذا الرقم كده ايه في ميزان المراجعه؟ رقم صحيح، رقم صحيح، ومش محتاج قيود تسويه. نيجي على الاصول الثابته بالنسبه لاجهزه الكمبيوتر والطابعه. بنعملها ازاي؟ نتاكد من صحتها ازاي؟ جرد فعلي، لازم نعمل جرد فعلي نتاكد ان الارصاد دي موجوده او الاصول دي موجوده. اعمل قيود الاهلاك الدوريه عندي بشكل شهري. تمام. اعمل تقييم للاصول، اتاكد ان الاصل هيولد منفعه اقتصاديه مستقبليه. اتفقنا كده؟ طيب احنا عملنا جرد فعلي، فتاكدنا ان الارصده دي موجوده، مفيش فيها اي مشاكل خالص. حلو. هننزل تحت، انا محتاج اعمل الاهلاك، فاروح على اروح بقى اشوف الاهلاك بتاعتي. تعال نشوف كده مع بعض الاصول دي والاصول دي، ايه الاهلاك اللي احنا عايزين نعمله عليها. فنروح على دفتر الاستاذ ونروح على الصفحه دي، هنلاقي ان احنا عندنا في اجهزه الكمبيوتر عندي فيه اشتريت كمبيوتر ب 5000 ريال وعمره الانتاجي 3، واشتريت طابعه ب 1000 ريال وعمرها الانتاجي 3. يبقى انا كده محتاج اعمل قيد اهلاك لجهاز الكمبيوتر، ومحتاج اعمل قيد اهلاك للطابعه. تمام. طيب تعال نروح على قيد اليوميه او قيد اليوميه، ونيجي نسجل قيد الاهلاك الخاص بالكمبيوتر. الكمبيوتر بكام عشان نعرف هنعمله ازاي؟ الكمبيوتر ب 5000 ريال، اهلاكه 3 سنوات، يعني هنساوي 3 في 12، انا بعمل قيد شهري 36000. يبقى انا عايز اعرف انا كل شهر هحمله بكام، اقسم ال 5000 على 36000. يبقى انا في الشهر محتاج احمل 138 ريال كمصروف اهلاك يخص الايه؟ يخص الكمبيوتر. بنيجي هنا على دفتر قيد اليوميه، ونعمل القيد الخاص بإهلاك الكمبيوتر ب 138 من حساب مصروف الإهلاك إلى حساب مجمع الإهلاك. تمام؟ اتفقنا إن إحنا محتاجين نرحل القيد ده، فأروح على دفتر الأستاذ في صفحة 24 اللي هي صفحة مصروف الإهلاك، ونرحل القيد. تمام؟ ونيجي كمان على صفحة 25 مجمع الإهلاك، ورحل القيد في الطرف الداني. فاحنا كده عملنا اثبتنا قيد الخاص ب
الاهلاك عن الطابعات عن الكمبيوتر، رحلنا لدفتر الاستاذ. انا لسالي كمان الطابعات، نروح تاني على الصفحه الخاصه بالاصول طابعات، لازم نتاكد يا شباب من صحه الرصيد، مهم جدا. اجهزه الكمبيوتر وطابعات، فانا عندي الطابعه ب 1000 ريال وعمرها الانتاجي برضو 3. فنفس الكلام ده اهو، لما ناخده هنا واقول له القيمه 1000 مش 5000، فيبقى انا عندي 87.78 مصروف اهلاك شهري على الايه؟ على الطابعه. ونروح على قيود اليوميه في دفتر اليوميه ونعمل القيد الخاص باهلاك الطابعه، برضو كذلك من حساب مصروف الاهلاك الى حساب مجمع الاهلاك ب 27.78، وبرحل القيود في دفتر الاستاذ صفحه 24 وصفحه 25. بنيجي على دفتر الاستاذ ونروح على صفحه 24، نرحل قيد الطرف المدين في خانة منه، نروح على صفحة 25 نرحل الطرف الدائن في خانة له، وكده أنا سجلت مصروف إهلاك الطابعة. طيب إحنا كده خلصنا الإيه الطابعات، أمورنا تمام في الإيه في الكمبيوتر والطابعات. طب أنا لسه عندي السيارات، نروح على صفحة السيارات صفحة رقم 8 نشوف إيه اللي موجود فيها أهو، صفحة رقم 8. عندنا اشترينا سيارة بقيمة 150 ألف ريال عمرها الإنتاجي 5 سنوات، عايزين نوزعها على العمر الإنتاجي، فهقول 150 ألف هيساوي 5 في 12، 12 شهر في السنة، يبقى في 5 سنين 60 شهر. الشهر الواحد لما أجي أحمل هياخد 2500 ريال، 2500. بروح في دفتر اليومية في قيود اليومية بعمل مصروف اهلاك للسياره ب 2500 ريال، تمام. واذا لقيت زي ما قدام حضراتكم 5000 من حساب مصروف الاهلاك، 2500 عفوا، من حساب مصروف الاهلاك 2500 الى حساب مجمع الاهلاك. نرحل الى دفتر الاستاذ صفحه 24 وصفحه 25، فهنيجي هنا على دفتر الاستاذ ونروح صفحه 24 ونرحل الطرف المدين في خانه منه ب 2500، ونرحل كذلك الطرف الدائن في خانة له ب 2500. كده بقى عندي مصروف إهلاك يخص الفترة ب 2666.67، وعندي مجمع إهلاك يخص الفترة ب 2666.67. ده رصيد دائن لأن الرصيد موجود في الدائن، وده رصيد مدين لأن الرصيد موجود في المدين، تمام؟ طيب خلصنا كده، نروح نشوف ميزان المراجعة ونستكمل. نيجي هنا على الإهلاك نقول والله احنا خلاص خلصنا وتأكدنا، ونيجي هنا على ده المجمع، ونيجي هنا على مصروف الإهلاك أقول له كمان أنا خلصت وتأكدت. فأنا كده عملت تأكد لصحة رصيد الإيه المصروفات الإهلاك، وكمان قلنا بالنسبة للأصول اللي هي الغير متداولة عملنا الجلد الفعلي وتأكدنا من صحتها. نستكمل، هنيجي هنا على الزمن الدائنة، خلاص برضو بعمل عليها مطابقة ومسابقة سواء كان شركة رفاهية أو شركة الجوال. طيب المصروفات المستحقة، التأكد بتحميل كل فترة بما يخصها من مصروفات. فلو أنا عندي، إحنا كنا أثبتنا التليفون في نهاية شهر يناير، فلو أنا عندي مصروفات مستحقة بتأكد منها، تمام، مصروفات تليفون، كهرباء، رواتب. كذلك بنعمل عملية التأكد على حساب رأس المال، وبنقدر نراجع في هذه العملية عقود التأسيس الخاصة بالشركة العمليات المحاسبية والقيود التي تمت على حساب رأس المال. كذلك بنراجع حساب الأرباح المبقاة أو الخسائر التراكمية، خسائر الأرباح المبقاة المرحلة من السنوات السابقة أو الخسائر التراكمية، وبنتأكد من صحة الرصيد. وإذا في عندي أي تسويات على هذا الحساب هتظهر معايا. احنا كده بنكون عملنا عمليات تأكد للحسابات الحقيقية. الحسابات الحقيقية قلنا هي الأصول والخصوم وحقوق الملكية، وهي الحسابات التي تكون قائمة المركز المالي. لما كنا خلصت وتأكدت من صحة هذه الحسابات اللي هي الحسابات الحقيقية، بيكون عندي تأكد بنسبة معقولة، مش نسبة كافية، هحتاج أعمل عمليات تأكد أخرى، لكن بتكون عندي نسبة معقولة من التأكد على الحسابات الإسمية اللي هي الحسابات التي تكون قائمة الدخل، الإيرادات والإيه والمصروفات.
لكن ده لا يمنع ان انا محتاج اعمل عمليات تاكد اخرى وراجع بعض عمليات المبيعات عشان اتاكد من ان رقم المبيعات رقم صحيح، ان تكلفه البضاعه رقم صحيح وهكذا. فبنبدا نكمل عمليات التاكد على البنود الخاصه بالحسابات الاسميه، الحسابات اللي تكون قائمه الدخل، فبتاكد ان المبيعات رقم صحيح، ولو في اي تسويات محتاج اعملها او اعدلها تكلفه البضاعه المباعه رقم صحيح، مصروفات ادوات مكتبيه رقم صحيح، مصروفات ادوات نظافه رقم صحيح، مصروفات مستلزمات ضيافه رقم صحيح، مصروفات التليفون رقم صحيح، الكهرباء كذلك، الرواتب كذلك، واحنا تاكدنا من الايجار وتاكدنا من الاهلاك. كده بكون انا عملت التسويات الجرديه في نهايه الفتره المحاسبيه بناء على ايه يا شباب؟ على عمليات التاكد اللي انا عملتها. وصلت ان انا كده انتهيت من ايه؟ من القيود التسويه. اصبح في الوقت الحالي اقدر اعمل ميزان مراجعه ذات ارصده ختاميه صحيحة، بنسميه ميزان المراجعة بقى المعدل أو ميزان المراجعة بعد التسويات، وهذا الميزان هو اللي أنا هعتمد عليه في إعداد القوائم المالية. عبارة عن إيه هذا الميزان؟ عبارة عن الأرصدة اللي كانت موجودة عندي قبل التسويات مضاف عليها قيود التسوية اللي أنا عملتها عشان تظهر عندي الأرصدة الختامية بعد التسوية. فلو مسكنا البند هيكون عندي فيه المدين كان 272,300، ما عنديش اي حركات تسويه، فهيكون الرصيد الختامي زي ما هو 272,300، وهكذا الصندوق، هكذا زمن المدينه، هكذا المخزون، لحد ما اوصل لمصروفات مدفوعه مقدما ايجار. انا كان عندي الرصيد قبل التسويات 15,000، عملت عمليه تسويه دائن 5,000، اذا انا خفضت هذا الرصيد فيصبح الرصيد الختامي عندي 10,000 ريال، وده الرصيد اللي انا هعتمد عليه في اعداد القوائم الماليه. وهكذا نمسك مصروفات مدفوعه مقدما اشتراكات، معلهاش تسويات، وهكذا الاصول الثابته، وهكذا سواء كانت اجهزه طبعات كمبيوتر وطبعات، سواء كانت سيارات. فبكمل تمام. نيجي على بند زي مجمع الاهلاك، ما كانش عندي فيه رصيد ختامي لان قبل التسويات، لان ما كنتش عملت عليه تسويات، فاثبتت الاهلاك، فاصبح ان انا عندي فيه رصيد في مجمع الاهلاك ب 2667. بنكمل مع بعض. زي ما قلنا الارصده اللي ما عليهاش تسويات هتظهر زي ما هي، اذا في تسويات تبدا تنعكس هذه التسويات على الايه؟ على الرصيد الختامي. فنيجي مثلا تحت هنا على مصروف الايجار، ما كانش عندي مصروفات ايجار، اثبت مصروف ايجار يظهر معايا، اثبت مصروف اهلاك يظهر معايا. وصلت في النهايه يا شباب ان انا بقى عندي في ميزان مراجعه معدل او ميزان مراجعه نهائي بعد التسويات. هذا الميزان هو اللي انا هعتمد عليه في اعداد القوائم الماليه، وده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه المحاضرة الجاية. اشوفكم على خير، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.